عسلي من جنوب يمن، ومرحبا بكم في الفيديو هذا باش نصلحوا تمارين الدرس الثاني من الكتاب المدرسي. نطلب منكم انكم تبارتاجيو وتبعثوا الفيديو لاصحابكم باش تشجعونا هكاكا ونوصلوا البارتاج نتاع التمارين الكتاب والخدمه معاكم ولي دوفوار دو كونترول اي سانتيز وكل ما شاء ان شاء الله. نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. أعطي ثلاثة أعداد تنتمي إلى Q ولا تنتمي إلى D. مثال: 1 على 3، 3 على 11، 3 على 22. أعطي ثلاثة أعداد تنتمي إلى D ولا تنتمي إلى Z. مثال: 2.5، 1.4 و 0.5. أعطي ثلاثة أعداد تنتمي إلى Q سالبة ولا تنتمي إلى Z. إلا 1 على 3، إلا 2 على 6، وإلا 4 على 6. أنقل وأتمم بما يناسب من الرموز التالية: غير محتويات، محتويات، لا ينتمي، ينتمي أو يساوي. N محتويات في المجموعة Z، D محتويات في المجموعة Q. كي تكون عندي مجموعة نقول محتويات، كي يكون عندي عدد نقول ينتمي أو لا ينتمي. واضح؟ كي تكون عندي مجموعة نقول محتويات أو غير محتويات، كي يكون عندي عدد نقول ينتمي أو لا ينتمي. المجموعة Z محتويات في المجموعة Q، Z سالبة محتويات في المجموعة Q سالبة، N محتويات، دونك N هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية، دونك هي أعداد موجبة وهي محتويات في المجموعة Q موجبة. نعرف إن Z هي مجموعة الأعداد النسبية وهي محتويات في D اللي هي مجموعة الأعداد العشرية، إذن D غير محتويات في Z. N محتويات في Z، Z فيها أعداد موجبة وأعداد سالبة، إذن غير محتويات في Q موجبة على خاطر هي فيها أعداد سالبة. 2 على 3 هو عدد كسري، يعني لا ينتمي، لا ينتمي إلى المجموعة Z. إلا 5 هو عدد سالب ينتمي إلى المجموعة Z، وزاد محتويات في المجموعة Q، يعني نجم نقوله إلا 5 ينتمي إلى Q. إلا 3.3456، لاحظوا إن العدد هذايا ما عندوش كتابة دورية، عنده كتابة غير متناهية، إذن هو لا ينتمي إلى المجموعة Q، لا ينتمي. نعتبر العددين A تساوي 2N و B تساوي 2N مع 1، حيث A و B عددين صحيحان طبيعيان، أي هذين العددين زوجي وأيهما فردي؟ مثال: لو فرضنا أنها N تساوي 1، إذن A تساوي 2 في 1 تساوي 2، و B تساوي 2 في 1، 2 مع 1 يساوي 3، إذن A هو عدد زوجي و B هو عدد فردي. احسب بدليلة N العدد A قوى 2 وبين أنه زوجي. لدينا A قوى 2 يساوي 2N قوى 2، يعني يساوي 4N قوى 2، بين أنه زوجي. بما أن A هو عدد زوجي فإن عدد زوجي في عدد زوجي، يعني A في A يساوي عدد زوجي، إذن A قوى 2 هو بالتالي عدد زوجي. بين أن B قوى 2 هو عدد فردي. لدينا B عدد فردي فإن عدد فردي في عدد فردي باش نلقاوه يساوي عدد فردي، ليكن C عددا صحيحا طبيعيا حيث C قوى 2 زوجي. أثبت أن C زوجي. بما أن C قوى 2 هو عدد زوجي وعدد زوجي في عدد زوجي يساوي عدد زوجي، إذن C هو عدد زوجي. أنقل على كراسك ثم أتمم بما يناسب. ليكن A عددا صحيحا طبيعيا، A زوجي يعني A قوى 2 زوجي، A فردي يعني A قوى 2 فردي. يمثل الرسم التالي مستقيما مدرجا. أنقل الرسم ثم عين النقاط A B C و D التي فاصلتها على التوالي 2 3 12 على 5 و 19 على 4. أول حاجة نعملها في التمرين كما هكا إن نحسب الأعداد الكسرية، هكيكا تسهيل علينا الخدمة. 12 على 5 تساوي 2.4، 19 على 4 تساوي 4.75. دونك باش نعينو الفاصلات
A فاصلتها 2، B 3. إذا بدنا نعرف كيفاش نحسب التدريجة من 0 ل 1، عندي 5 تدريجات، يعني التدريجة الواحدة 0.2، يعني 0 0.2 0.4 0.6 0.8 و1. يعني باش نعين النقطة C حاجتي ب2.4، إذا نحسب 2 2.2 2.4 باش تكون هوني، دونك هذه هي النقطة C. ثم D 4.75، هذه باش تكون 4.8، قبلها بشوية نحطو 4.75. احسب كل من الأبعاد OA OB OC OD AB وCD. OA OA تساوي A إلا O، يعني 2 إلا 0 تساوي 2. OB تساوي B إلا O، يعني 3 إلا 0 تساوي 3. OC هي 2.4 إلا 0، يعني 2.4. ثم البعد OD يساوي D إلا O، يعني 4.75 إلا 0، يعني 4.75. ثم AB AB تساوي B إلا A، 3 إلا 2 تساوي 1. ثم CD يعني D إلا C، 4.75 إلا 2.4 باش نلقاو 2.35. السؤال الثاني، عين النقطتين C أولي و D أولي مناظرتي C و D على التوالي بالنسبة ل O. مناظرة C هي C أولي ومناظرة D هي D أولي. ما هي فاصلة C أولي و D أولي؟ C أولي فاصلتها إلى 2.4 و D أولي فاصلتها إلى 4.75. ما هو العدد الكسري الموجب الذي يساوي مربعه 1 و8؟ مربع عدد نحن نعرف اللي 9 قوى 2 تساوي 1 و8. باش نكتب 9 قوى 2 في شكل عدد كسري، إذا 9 قوى 2 نجم نكتبها 45/5، أو نكتبها 27/3، أو تكتب وأنا نكتبها 18/2. دونك واحد من عدد هذوما نجم ناخو أي واحد فيهم اللي هو المربع متاعو يساوي 1.80، على خاطر العدد هذوما الكل يساوي 9، إذا 9 قوى 2 تساوي 1.80. نفس السؤال لهذه الأعداد، أنقل الجدول ثم أتمم بما يناسب. العدد الكسري الموجب الذي مربعه يساوي 16، نعرفوا اللي مربع 4 يساوي 16، 4 باش نكتبها في شكل كسر نجم نكتبها 8/2. مربع 5/7 هو 25/49. إذا العدد الذي مربعه هو 0.49 هو 0.7، المربع متاع 0.7 نلقاوه 0.49. 0.7 نحب نكتبها في شكل عدد كسري، إذا تكتب في شكل 7/10. العدد الكسري الموجب A الذي يحقق A قوى 2 يساوي 16 هو العدد 4، يعني 4 قوى 2 تساوي 16، ويسمى الجذر التربيعي للعدد 16، ونرمز لذلك بالكتابة كما قلنا 4 قوى 2 تساوي 16، إذن الجذر التربيعي ل 16 تساوي 4. انقل على كراسك ثم أكمل. 0.1 في 0.1 تساوي 0.01، إذا الجذر التربيعي ل 0.01 تساوي 0.1. جذر 4/9 تساوي 2/3، لأن جذر 4 تساوي 2 وجذر 9 تساوي 3، إلا 6 قوى 2 تساوي 36. بتبيع قوى 2 تنحي العلامة السالبة، تولي سالب في سالب، إذا موجب. إذا جذر 36 يساوي 6. النشاط السابع، باستعمال الآلة الحاسبة أعطي قيمة تقريبية بخمسة أرقام بعد الفاصل لكل من الجذور التربيعية التالية. ناخو آلة حاسبة كالكولاتريس ونحسب جذر 3، دونك الجذر أقبل ثم العدد، دونك جذر 3 ثم ننزل مباشرة يساوي، دونك يساوي هالعدد هذايا
قالك باش ناخذ 5 أرقام بعد الفاصل، يعني نحسب بعد الفاصل 5 أرقام، يعني باش ناخذ 1.73205 جذر 5 يساوي جذر 10، جذر 15، جذر 11. دونك في كل مرة ناخذ 5 أرقام بعد الفاصل ونكتب له العدد، ثم جذر 22، جذر هنا عندي جذر 35 على 12، دونك باش نحط بين قوسين، هنا نحط جذر ثم ننزل على الأقواس 35 على 12 ونسكر بالقوس يساوي، دونك شناخد 1.70782. في الأخير جذر 8.23، نلقى 2.86879. الكتابات العشرية لعدد كسري نسبي. أنجز عملية القسمة ل 12.5/7. باش نتحصلوا على الأعداد هذه، ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن هناك أعداد تتكرر. لهنا باش نلقاو العدد هذا قاعد يتكرر، لاحظوا أن العدد هذا الكل قاعد يتكرر، اللي هو 571428. لهنا العدد 8 قاعد يتكرر، هنا 3 قاعد يتكرر، وهوني عندنا العدد 54. النشاط 2، باستعمال الآلة الحاسبة أنجز عملية القسمة للعدد 3 على العدد 22. ما هي الأرقام التي تتتالى في الظهور؟ 36. هل بإمكانك معرفة الرقم الذي سيظهر في الرتبة 1000 بعد الفاصل؟ لاحظوا أني بعد الفاصل رقم الأحد 1، العشرة 3، المئات 6، والألاف 3. في هذه الكتابة نلاحظ أن العدد 36 يتكرر ظهوره بصفة دورية. نقول عن هذه الكتابة أنها كتابة عشرية دورية للعدد 3/22، ويسمى العدد 36 دورا لها، ونكتب 3/22 تساوي 0.1، 36 تحتها ستر. كي نحطو تحتها ستر معناها أن العدد 36 قاعد يتعاود بصفة دورية، ما نقدوش نعاودو فيه نكتبو فيه برشا مرات. هالعدد الكسري هذا التي له كتابة عشرية دورية هو ينتمي إلى المجموعة Q. أوجد الكتابة العشرية الدورية لكل من الأعداد الكسرية التالية وحدد الدور في كل مرة. هل للعدد العشري 5.6 كتابة عشرية دورية؟ ما هو دورها؟ كتابتها الدورية هي 5.6 والصفر لهنا يتعاود يتكرر بصفة دورية، دونك إذا ما نكتبوهش الصفر. لكل عدد كسري كتابة عشرية دورية. قارن بين الكتابات 5.6، 5.66 هو العدد الذي يتكرر ظهوره، وهنا 5.60 هو العدد الذي يتكرر ظهوره. إذن 5.6 شنو معناها؟ معناها 5.6 العدد الذي يتكرر ظهوره هو الصفر لهنا. 5.6 تساوي دونك الكتابة الدورية، دونك تساوي 5.6666. 5.60 تساوي 5.6060. إذن 5.6 وين عندي العدد الدوري هو 6، أكبر من 5.60 وين عندي العدد الدوري هو 60، أكبر من 5.6. ثم أوجد الكتابة العشرية الدورية لكل من 14/3 تساوي 4.6، العدد الدوري هو 6 الذي يتكرر. 23/5 هو 4.6 فقط، دونك الصفر هو الذي يتكرر.
و 459 على 99 هو 4.60. 60 هو العدد الدوري، إذا 60 هو الذي يتكرر. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه لكل عدد كسري كتابة عشرية دورية، يعني هناك عدد يتكرر يسمى دورا. الأعداد الحقيقية، نعتبر الكتابة العشرية الغير متناهية. هالكتابة هذه اللي هي ماهيش في شكل عدد دوري، ما فيهاش أعداد دورية، سميها كتابة غير متناهية. هل هاتين الكتابتين دوريتين؟ لا، لأن في هاتين الكتابتين ليس هناك عدد يتكرر ظهوره بصفة دورية. مثال، هنا 10، هنا ما فماش 10، هنا فما 100، 1000، هنا فما 12، 34، 56. إذن هذين العددين سميهم عندهم كتابة عشرية غير متناهية، إذن لا ينتميان للمجموعة Q. باش نفهم من بعد لأن مجموعة ينتميان. إذن أعطي أمثلة أخرى لكتابات عشرية غير دورية. مثال، 3.0153.4.3.4.2. الأعداد التي لها كتابة عشرية غير متناهية وغير دورية تسمى أعداد صماء. اتحاد مجموعتي الأعداد الكسرية والصماء، كي نقول الأعداد الكسرية التي لها كتابة دورية يعني المجموعة Q، الاتحاد متاع الأعداد الكسرية والأعداد الصماء اللي نرمز لها بالعلامة E هو مجموعة الأعداد الحقيقية Q تتحد مع E تساوي المجموعة R. دونك في الأخير N محتويات في المجموعة Z وزيد محتويات في المجموعة D وD محتويات في المجموعة Q وQ محتويات في المجموعة R. نرمز بR موجبة مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة وبR سالبة مجموعة الأعداد الحقيقية السالبة. ولدينا المجموعة R تساوي R موجبة تتحد مع المجموعة R سالبة. يمثل الرسم التالي مربعاً ABCD ضلعه AB يساوي 2 سنتيمتر، وتمثل النقاط EG K و L منتصفات أضلاع AB 2 يعني AE 1 EB 1. بين أن المثلثات CEK BEG IL و DLK متقايسة، بما أن AE تساوي EB تساوي BG تساوي GC تساوي AL، إذن المثلثات CGK و BIG و IL و DLK هي مثلثات قائمة ومتقايسة. بين أن IGKL مربع ثم أحسب مساحته، باش نبين اللي هو مربع. من تقايس المثلثات، من تقايس المثلثات نستنتج أن IG يساوي GK يساوي KL ويساوي LE، وأن الزاوية LEG تساوي 180 إلا 45 مع 45 تساوي 90 درجة. باش نحسب مساحة المربع، القاعدة تقول مساحة المربع تساوي ضلع قوى 2. إذن ضلع المربع كيفاش نحسبوه؟ ضلع المربع هو يمثل وتر المثلث L A E اللي هو مثلث قائم في A. عندي في المثلث هذا من هوني واحد ومن هنا واحد، إذا نحسب الوتر باش نلقاوه 1.41 اللي هو يساوي جذر 2. إذا الضلع قوى 2 يساوي جذر 2 قوى 2 يساوي 2 سنتيمتر قوى 2 هي مساحة المربع. 1.41 تساوي جذر 2. دونك حسبنا بالآلة الحاسبة جذر 2 لقيناه يساوي هالعدد هذا الكل، له كتابة غير متناهية. جذر 2 هو عدد غير كسري، أي هو عدد أصم. تدريج مستقيم بواسطة الأعداد الحقيقية، 12/7 لا تنتمي إلى R سالبة لأنه عدد موجب. العدد هذا الكل هو عدد له كتابة غير متناهية، إذن ينتمي إلى المجموعة R. هذا العدد كما قاعدين نشوف هو عدد دوري، إذن هو ينتمي للمجموعة Q،
والمجموعة Q محتويات في المجموعة R، إذن فهو عدد ينتمي إلى R موجبة. جذر 5، جذر 5 هو عدد أصم، إذن فهو لا ينتمي إلى المجموعة Q. إلا 2.7 إلى جذر 3 وصفر، هذه هي المجموعة محتويات في R. 0 11 على 5 بي وجذر 10، هذه المجموعة محتويات في R موجبة. محتويات في R موجبة. أرسم مستقيما مدرجا أو إي حيث أصل التدريج النقطة أو ووحدة التدريج 1 سنتيمتر، والنقطة الواحدة هي إي. أرسم النقاط A A بريم B B بريم و E بريم التي فاصلتها على التوالي. أحسب O A و A أولي و B و O B أولي. عين النقطة M التي فاصلتها جذر 2، استنتج موقع النقطة M أولي التي فاصلتها إلى جذر 2 إلى 1.41 لنخذوها بالبركار. المستقيم OE يسمى المستقيم العددي. عين النقاط لنعتبر الرسم الآتي حيث ABCD هو مربع طول ضلعه 3 سنتيمتر، والنقاط E, G, K, L تحقق AE تساوي 1، يعني EB يساوي 2. أثبت أن الرباعي EGKL هو مربع. باستعمال مقارنة المثلثات نتبين أن جميع المثلثات قائمة الزاوية، مثال هذا قائم الزاوية في A، هنا عندي زاوية قائمة في B، إذن مجموع باقي زوايا المثلث تساوي 90 درجة، وبالتالي هذه الزاوية وهذه الزاوية تساوي 90 درجة، إذن هنا عندنا زاوية قائمة، كيف بالنسبة للمثلثات هذوما، إذن هنا عندي زاوية قائمة، وبالتالي فكل هذه الزوايا قائمة. توا باش نشوف طول الضلع، طول الضلع. إذا وقت يكون عندي مثلث عنده ضلع يساوي 1 سنتيمتر والضلع الآخر ثاني 2 والضلع الثاني 2 سنتيمتر، إذا الضلع اللي باش يكون مقابل الزاوية القائمة اللي نسميه الوتر باش نقيسوه باش نلقاوه يساوي جذر 5. إذن يتبين أن جميع هذه الأضلاع متساوية إلى جذر 5. إذن باستعمال مقارنة المثلثات نتبين أن الرباعي EGKL هو مربع أضلاعه متساوية. بين أن مساحة المربع EGKL تساوي 5 سنتيمتر قوى 2، استنتج قيس طول ضلعه. المربع الكبير طول ضلعه 3 سنتيمتر، إذن قيس مساحة المربع الكبير هي 9، نقصنا من كل ضلع 1، إذن 1 في 4، يعني المساحة باش تكون 9 إلا 4 تساوي 5 سنتيمتر قوى 2، طول ضلعه EG يساوي جذر 5. أعطي باستعمال الآلة الحاسبة قيمة تقريبية للعدد جذر 5، حسبنا جذر 5 لقيناها العدد هذايا الكل. جذر 5 هو محصور بين 2.2 و 2.3. جذر 5 هو عدد أصم ينتمي إلى المجموعة R. أرسم مستقيما مدرجا وفق المعين OE. عين النقاط ABC فاصلته على التوالي 2 11 على 4 وجذر 5.
عايل النقاد أولي بأول يوسي أولي مناظرات على التوالي بالنسبة إلى النقطة أو، ثم أذكر فاصلة كل منها. أولي فاصلتها إلى اثنين، سي أولي فاصلتها إلى جذر خمسة، بي أولي فاصلتها إلى 2.75. هكا نكون كمان الفيديو، تابعوني في الفيديوهات الجايين باش نهبط لكم الجمع والطرح في مجموعة الأعداد الحقيقية، باش نهبط لكم الضرب القوة برشا فيديوهات. ما تنساش باش تعملوا أبوني على شان فيزيك شيمي. نختم بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير.